السلام عليكم ورحمة الله، شحالكم؟ كاملين ياك لاباس؟ عليكم ياك الخير، شو مانسين؟ تقول قلت لكم قبيل على اني داهين نتكلم عن الهاشتاج اللي هي واشعة. والله رانا نعرف انها سيئة سيئة مودي جدا في مجتمعنا، ما الله قاع اللي عاد وبعض من الطابلات يتحاملوا عليها، والبعض منهم شاك على انها تحدر وعلى انها تمدن، والبعض منهم شاك على انه ما يقدين شهر ما هو بيها، والبعض منهم شاك على انها ما تعود واحدة مؤثرة وتعود واحدة ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى انها ما تعود واحدة مشهورة ما هو الى فسخة الباس، هو العكس تماما. هي ما خارقة وظيفة مخصصة لمولاتها على انها تعود فاسخة لباسها، ولا خارقة وظيفة مكتوب فيها على انها امرأة كاملة لابسة لباس انها ما تقدر تنضمها ولا تقدر تعود فيها. انا بالنسبة لي الامرأة تقد كل شيء تعدلو كل شيء تمارسو، ما فسخت لباسها نهائيا، ما فسخت لباسها، به اللي في حالة فسخت لباسها يعود بعد قاعة قلة احترام ذاتها، هي تعود ما هي محترمة ذاتها نهائيا، تعود معدل الشيء حرام شرعا، ما فيه مجاملة على أنها حرية شخصية. ما نرى سوخ اللباس ما هي حرية شخصية، به اللي رواية حرمها الشرع حرام شرعا، ما عنها حرام شرعا، ما فيها حرية شخصية نهائيا، ولا يلحق حد من النفاق ولا الشريف أخلاق رقاش ولا تقديس البشر باش يعلنوا يقول عنها حرية شخصية ولا عنها مسألة عاجية نهائيا. بكلينين توقف للتشاب وتقول لي هاي حرية شخصية، نطرح عليك أبسط سؤال، كانك ترضى بها لأختك ولا لزوجتك؟ درد انكس راسك تحت بك الدين، تعرف لانك ما ترضى به لاختك ولا ترضى به لزوجتك نهائيا، ما انك بلا معنى ترضى به المنات الادميه وترضى به المسلم تمولانا كيفك، ما انك عليك تقول اللي اعلن لي ظاهره شينا صراحه. عودان على شي من البعض شخصا هالشوي وقاس بها فئه معينه، والله بعض المشهورات ياك نتكلم بصراحة العباره، على ان البعض من الخلق قاس بها بعض المشهورات. أنا بالنسبة لي مريم التفساخ في مواقع التواصل الاجتماعي ما يعدلوه المشهورات وحدهم، ما نرى اللي نشوفهم طافلاتهم ونجيروا لدعية وشقروا على المشهورات لأنهم فاسخات الباس، ومنين خرص حد ستورياتهم وخرص حد سنباتهم يجبرهم هماتي نفس الشيء فاسخات الباسهم. أنا ما فهم فرق عندي بين ذو المشهورات اللي تعتبرهم على أنهم متبرجات، ما فهم فرق بينهم هم والطافلات اللي نشوفهم في المناسبات الاجتماعية، ولا فهم فرق بينهم هما والطافلات اللي نشوفوا في الشوارع كلهم واقفة طارسة راسها ومحمرة فمها ولابسة ملح فرقيقة، ما فهم أي فرق بينهم. بالنسبة لي واحد، بالنسبة لي طفلة مرقت رقبتها وطفلة مرقت طشة من ساقبتها، كيف أي طفلة من الطافلات المشهورات اللي يهدين وهديهم واللي فاسخاتهم لباسهم؟ أنا بالنسبة لي على أنك تقدي تعودي مشهورة ما فسختي لباسك، تقدي تعودي مؤثرة ما فسختي لباسك، تقدي بكل بساطة تخاطبي عقول الناس، ما خاطبتي عينيها بجسدك ولا خاطبتيهم بتفساخك ولا تكشاحك، وفي الأخير أنت اللي تعقبي هاي الشريوطة اللي مستهزية بيها ولا هي مارقة عندك في شي، أنت دور تعقب تجي عليك قصبا عنك، لا يعقب يجي عليك الكفن، ما أنك مشاورة ولا أنك مسولة، ولا تقدي تحركي أيدك ياك توخذي عرفك، ولا تقدي تحركي أيدك ياك توخذي رقبتك. ما أنا عنك لو خلطي عاقب إذا توفيتي ما يجبر حد صورة منك محترمة ولا صورة منك لائقة يقد باطي ينشرها، ياك الناس ترحم عليك، شليه يعدل لك ليه تنقبال صورتك ذيك اللي انت كاشها عن راسك وكاشها عن رقبتك، ليه ندار عليها شوي من إيموجيات، تصوري على أنك انت بدل من تستري عورتك بعد قاع وتسدري انت جسدك بملحفه، تعودي له ينقبلوا شي من الايموجيات ويندارو على رقبتك ويندارو على اعرافك بيك اللي، لكن انت مالك لكن انت معدل ما هو حرام، ما تعودي لابد من يستر، علاش ما يخلى بذيك الحال تندار صورتك انت متوفيه، تندار صورتك واخذ رقبتك والله كاشها عن راسك والله كاشها عن رقبتك، علاش ما تندار بك اللي بكل بساطه انا نجيرها حد لاه ينقال له يا اخي استر ذي المراه، هاي المراه مبين طبايق التراب، هذا لا يعود لها شي من العذاب، منع عن ذا بلا معنى هذا التكشاح، علاش هو شي زين ما هو محتاج حد يكشاح عنه، شي زين ذوك هو واضح يا غير مولانا، ما احسن صورتك اياك تعصيه، ومولانا ما احسن صورتك اياك على انك تمي واحده في المعاصي ولا معناها، وشوين شوينه انا ظاهره شوينه عندي صراحه، انت ما تكسحي تعودي يا اختي ناشره صورتك في كامل زينتك
وثاقبتك واخلة ورقبتك واخلة، السمبوت والمنبوت يخرصك ولا باقي حد ما يخرص صورتك ومتاحة للجميع. أنا ماني ضد أي طفلة تنشر صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ماني ضدها، ماني الله بيلي مواقع التواصل الاجتماعي نافذة كامل للتعارف للصداقة للشقة للياسر مشي. يا قارد قدي تنشري صورتك، داير عليك لباسك، ساتر عليك لباسك، ما هو على انك متفسخه. وراهو كيف ما قلت لكم على اني ما فهم فرق عندي بين اي طفله من الطافلات اللي تعتبرهم انهم متفسخه وبينهم هو طافله. تعرفوا عليكم فيكم محتال عيتان من راسي، نشوف كلكم دايره صوره بروفيلها واخله زنتها والله واخله رقبتها، عيتان من راسي. نجي لوحده منكم في الخاص نقول لها فلانه قري عنك ذي الصورة، فلانة ليه تعقبي تموتي، هاي الصورة اللي تبقى وراك. فيكم وحدات يتفاعلوا مع فيكم وحدات عياو تجاوبوا معايا جازيهم بالخير يقولوا لي والله وش قال عاتها، وفي وحدات يقولوا لي والله وخلوها ف ما تري ورطني ابدا ننصحهم. الثانية ما ذيكم ودي هذه الله يرى الرجال مشاركين فيها من ناحية عليكم انتم الشباب كلكم اللي تنشر واحدة صورتها تطلعوا لهم انتم يا وني يا ذاك من الزين، يا وني بيك من زينك، يا وني بيك ما فرحك. هذا النفاق، هذا النفاق. علاش ما يقول لها واحد منكم ولو في الخاص فلانة هذا حرام؟ علاش ما تقوله لها فلانة ستري راسك، فلانة تقدي تنشري صورتك ما تفسختي؟ علاش؟ ولكن كنتوا انتم الرجال اللي تشوفوا امراه متبرجه واقفه على واحد من الشوارع طالسه راسها ولابسه من الفرقيقه، يوقف لها واحد منكم يقول لها السلام عليكم انا ما انطرك تركبي معايا، قاعدين نقول لك انك دير معدل حرام. يا غير العكس، انتم اللي تشوفوا وحده متفسخه راهي تقعدوا كاملين مهمه عندكم مارقه عندكم في شيء به اللي دير معدل، انتم زين عندكم وراضيكم بكم اللي انتم، هذا هو اللي الدور، هذا هو اللي الدور انتم. وفسوخ اللباس بالنسبة لي ظاهرة حرام، هو كافي من الشينة رواية تعود حرام، رواية لين قال على أنها حرام، هذا كافي من شي شوين وكافي من شي راخي، رواية قال على أنها حرام من عنها ما خارج شي أقبح منها ولا خارج شي شيئا منها، من عنها رواية متينة، رواية حرام من عنها رواية متينة. عودة نص على انك تعودي اهم عندك تجمعي المتابعين والله تجمعي لايكات والله تجمعي تعاليق. يا اختي لايكات ما هم نافعينك لين تشوف قبرك، والمتابعه ما هي نافعتك لين تشوف قبرك، نافعينك لا اعمالك ثم مودي هي ينفعك. ما عن التفساخ اقل شيء قد ينقال على انه حرام وشوي ورقيق في الاخلاق. وانا بالنسبه لي ذا التفساخ عاد روايه مساله عاجيه في مجتمعنا بيا، اللي نشوف الطفله واخره بزر ابوها واخوها ريحه مسكها تشرق وهي من راسها لابسه ملح فرقيقه، ولين عاد تمولي الملح فرقيقه عاد الرمبايه واصفتها، ولين عاد تمولي الرمبايه واصفتها عاد تيك هي نصاقها واخذ منها ابوها ما نصاقها وامها ما نصقتها واخوها ما نصاقها، تتقدم ماشيه عنهم وهي بسطش نقدر نقولوا عنها على انها بلا دين وبلا عقل، لا هي يقولوا لها على ان هذا المعدل حرام. وهذه الله يرى السيئه نشوفها في المناسبات الاجتماعيه، نجي لعراس نشوف الطافلات متفسخات، نجي لسامي نشوف الطافلات متفسخات، نجي لونقلات نشوف الطافلات متفسخات، ما انها عاد ظاهره عاجيه. ما نعنكم لا تلاو ترصفوا على شيري ولا ترصفوا على هذه المشهورات، هذه المشهورات اللي عند المجتمع، هؤلاء المشهورات اللي طافلات المجتمع يكون هما شي على انهم تفسخوا الفوق وذيكم اللي شينا، ذيك شينا تقدر تعجي مشهورة تقدر تروجي بضائعك ما تفسختي، وتقدر تنشهري ما تفسختي، وتقدر تلحقي القمة ما تفسختي، وتقدر فطنتي تلحقي قاع المريخ ما تفسختي. كون على ان البعض منكم يتضامن معاهم كامل التضامن مع فلانة، ذاك بالنسبة لي تضامن النفاق، النفاق هو اللي قال شاف شي حرام واللي قال على انه حرام منافق. انت اللي امشي قيسها هي ونصحها في الخاص وقول لها هذا المعدل والله الا حرام، تقير منه قد يعطي مولانا قاعد تدري تسمع لك انت
ترى منك ترقي لها حق على انه الصمدة كاملة تتوافق على انه رواية شوينة وعود رقاش واحد واقف في صف ذاك اللي معدله ويصفق له كامل التضامن. ما نعنك انت من راسك ما نعنك انت من راسك ليه هي انت من راسك مؤيد ومتوف اذا الله يرى بالنسبة لك ما هي حرام ومؤيدها ومشجعها. وبالنسبة للطافلات اللي كلكم استاتيها وستوريها وسنابها صابة نص راسها ما فهم اي فرق بينكم انت وشيري، ما فهم اي فرق بينكم اللي شيري ناشرتها في الفيس وفي السناب وانت نفس الشيء انت حق الله انت سنابك ما فيه الرجالة ما فيه لجانب، انت فيسك ما فيه الرجالة ما فيه لجانب، هذا بلا معنى. ما أنا عن خارج شيء أنا بلا معنى عندي قمة التناقض لأن واحدة منكم تعود تنتقد شيري وهي نفس اللي تعدل شيري تعدلوا هي اللي شيري كاشها عن راسها أنت كاشها عن راسك، شيري تلبس الباس الواصف أنت تلبسيه، شيري تلبس الرقيق أنت تلبسيه، شيري تنشر صورتها على سناب أنت نفس الشيء تعديها على سناب. ما أنا عنك أنت هي في كذا اللي قالوا التناقض وتون شيء متناقض أنت عمرك ما أنا عنك أنت ما عليك تنتقدي ظاهرة أنت ناقعة فيها هي رواية رقاش ناقع فيها ما ينتقدها نهائيا. تيني تعجي تشي فاسخة الباسق ما عليك تصجي على واحدة وفلانة فاسخة الباسق مبيبة بيكد انتي من راسك فاسختي. وانا نشوف هون البعض منكم كلكم ينتقد رأيكم لك انتم مالي رابطة اسماء وحدات منكم ننطقهم نقول لي فلانة وفلانة 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 ما نعكم ما عليكم تنتقدوا هي وانتم ما تناقعد فيها غير قيروا من روسكم. انا خسير نقول لكم يا طافلات على ان تقد الطفلة الشوبة بنياتر عليها لباسها ودقد تعود شبيبة وناتر عليها لباسها ودقد تمارس حياتها الطبيعية ناتر عليها لباسها ودقد تنشهر في مواقع التواصل الاجتماعي ناتر عليها لباسها ودقد كل شيء تعدل ودقد تشتغلي ودقد تحركي وتك ودقد تعودي بدارك ودقد تعودي قاعدة في مكتبك ناتر عليك لباسك. اللباس ما هو حاجز مبينك مع النجاح، اللباس ما يحول مبينك مع أحلامك، اللباس ما يحول مبينك على أنك تقد تحقي حلمك نهائيا. ما لباس ما يحول بينكم عادة تقدي تعودي ناتر عليك لباسك وعايشة حياتك الطبيعية، تقدي تعودي ناتر عليك لباسك ومشهورة، تقدي تعودي ناتر عليك لباسك ومؤثرة. ما نعنك اللباس ما يحول بينكم عايشة به اللي ما خارجة ما قطش نا إعلان الشيء قاعد يسوي شو نت شيء يعني الوظيفة ما قطش فينا إعلان يعني الوظيفة ينقال شروطها يعود عندها باك بريس كذاش وتعود ما تلبس الملحفة ما قطش فينا نهائيا. ولا قد شفنا واحدة مولي صايعتها الشغل على ملت انها لابسة لباسة نهائيا. منع عنك لباسك يلين تجريه على راسك تجري عليك لباسك لا زيادة خير لك وما الله قاعد اللي يزيدك حتى عند الناس به اللي احتراما الذات كنتي يلين تعودي متفسخة إلى طمع فيك راجل هو الراجل يشوفك متفسخة ما يهم يخاطبك بالعقل ولغة العقل ولا هذا لا يخاطبك بلغة الشهوة ده يخاطب اللي جسدك هو ما هو قاع محاني تلاحق معاك ذيك المرحلة يعرف كانك عاقلة كانك فويستة كانك تصلحي للزواج كانك ما تصلحي له لا شهوة وتوف هو ده يخرسك اللي ذيك اللي يخرسك اللي من ذيك الناحية على إن كنت شيء ما هو بأس الكلام ما يدور وباركتك ما يدورها نهائيا يدور منك إيش حاجة الوقت ما نعنك لا تلا الميراج الجاك يدور منك حاجة الوقت لا تقولوا أنت أناني تبقي لا راسك لا تقولوا أنت معدني لا الحرام بك أنت شيء موظف الراس كلا الحرام أنت نيت بس خلي باسك ما نعنك أنت شيء مبيح راسك وموظف راسك الحرام والدور راجل اللي قبل الحرام بك أنت شيء مشيتي قباس طريق مولاتها واضح لأن حد جاه يدور منها ليش حرام أنت ما احترمت راسك وانطرت عليك لباسك بعض يقول هذه واحدة خايفة يا أخوتي من مولانا هو اللي ما يخاف من مولانا يخاف منه هو يتقي من لا يتقي الله حد ما هو خايف من مولانا يخاف منه أنت ما خفت من مولانا اللي مخلقك ومخلقني ما نعني أنا عليا نخاف منك أنت بيك دي حجة اللي نخاف منه يقرقع أرقاج طفلة تنطر عليها لباسها واللي عدي قاع أنت أنا قاعد فسخت إيه وش ضحيت عليه إيه وش عدلت من ذا التفسخ حسبي النتيجة شنهي ليت جبريها ما هي خالقة نهائيا قلت احترام ذاتك تخرصك الناس نظرة مستهزية بيك مالك مالك عند حد في شيء ولا جاك حد ما هم احترمك ولا هو هايبك ولا هم عدلك بشر قاع ديك اللي مع كامل احترامي لك مالك بشر نهائيا ما نعن
فسوخ اللباس ما هو مارا تشوبي بمان الله، ما هو كل واحدة فسخت لباسها وتشبيبة بعيد فيها، غير تعجي متبرجة تجي معدرة شي حرام وشي شوين. ما يلي نقول شوين وحرام به اللي احنا مجتمعنا امتنع عنده كلمة شوين من حرام. انا اللي نقول لك حرام وشوين به اللي نيني نقال لي حرام، ما خارج شي اكبر منه لا خارج شي اشياء من حد معدر شي حرام. ما انا عنك شريت عوجي ليت عوجي اللي تجارة وتوف اللي تجارة كم من طفلة تعيط وانا صورتي قابلتها واحدة ودارت بروفيلة وانا متبرية من التاجر الفلانية قابلت صورتي ودارت علي بطاعتها بك انتي السلعة وتوف ودعتكم مولانا والرحلة وفاتكم.